مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة جن حقيقية صارت ويا شخص، والشخص هذا يصير أقارب صديق لي مقرب. حكالي قصة غريبة جدا ومرعبة صارت ويا أقاربه اسمه قصي بألماني بعد ما طلع لاجئ. قصة اليوم مرعبة جدا، واحتمال تجيك تشنجات من عندها أو تسمع أصوات أو تشوف أشياء، وهاي الأشياء تكون موجودة بعقلك، يعني هلاوس سمعية وبصرية، لأن القصة أنا حرفيا وجاي أحضر بيها وأكتب. صارت عندي أشياء بالغرفة، صوت قوي، صوت مال بكاء مال طفل ما أعرف منين. المهم مثل ما قلت لكم هالقصة هاي مرعبة، يعني بين قوسين حصن نفسك، قول بسم الله وصلوا على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا. كالعادة بكل قصة أنا أخذ الدور بها، اسمي قصي، وبال2014 تركت العراق وطلعت رحلة التركي. قعدت تقريبا شهرين، كان عندي مبلغ من المال ما يساوي تقريبا 1200 إلى 1300 دولار، وشفت الناس بذاك الوقت تطلع وتهاجر، وسألت على الهجرة لأوروبا. كانت الوضعية ماشية عدل، والواحد يعني سهلة يقدر يعبر، والحياة هناك أفضل. راح تقعد بمكان، يعطونك بيت، يوظفونك، ينطونك راتب إذا ما تشتغل. كانت الصفقة مربحة بالنسبة لي. اتصلت بأهلي وقلت لهم أريد أطلع، وصارت بيني وبينهم مشاكل بالتلفون. كان الوالد رافض، وبعدها بيومين خابرني وقال لي خلاص أنا موافق أطلع. سألته قلت له شنو اللي يتغير؟ قال لي اللي يتغير الأوضاع مال العراق اليوم أصدقاء اثنين إلك راحوا بانفجار. بذاك الوقت فرحت جدا، وتواصلت ويا شخص عراقي كذلك، واتفقنا ويا مهرب، وطلعنا بمجاميع ويا عوائل سورية وناس عراقيين، وكان صعبة جدا. المهم بذاك الوقت عبرت ووصلت ألماني. كنت متخيل أن الجنة أمامي مو ألماني. ويوم اللي وصلت كان جوها كئيب جدا، صح كانت المناظر خلابة لكن جو بارد معتم، الشوارع فاضية وغريبة جدا. بعدها أخذونا وحطونا بمكان يسمونه الكمات، وكان مكان قذر جدا، والناس اللي عاشت هناك تعرف. كانت باردة جدا، وجبات الطعام غير منتظمة، الناس الموجودين بالداخل أغلبهم غير محترمين. وافتهمت انه انا شاب وحدي واكيد راح اتأخر، لان لقيت ناس صار لهم 5 الى 6 الى 7 الى 8 شهور، والوضعية ما كانت تمشي عدل، وشكلي تورطت، والمكان هذا عبارة عن سجن صغير. ما كنت ماخذ راحتي ولا كنت اقدر اتعايش، وكنت دائما قاعد ومهموم، لحد ما تعرفت على شخص اسمه سيف عراقي. هالشخص هذا كان محبوب جدا وصار صديق لي، وبعد فترة من الزمن اجى اسمه وطلع، صار لفترة طويلة. وسألته وقلت له انت شلون طلعت؟ قال احتمال اني اتأخر سنة كاملة او اكثر، لكن خليت محامي، والمحامي هذا يتحمل، يعني يسوي لك شغلة مضمونة، يذبك بمكان ويطلعك من الكمات لكن ياخذ منك فلوس. والمحامي هذا كان عنده يعني جنسية، والمحامي بنفس الوقت من الجنسية السورية. بديت اتواصل وياه عن طريق الجوال، وبعدها اتفق وياي، قال ليش عندك مبلغ انطيني اياه واني اسوي لك شغلتك، وبعد ما تروح تنطيني. قلت له تمام، وفعلا بذاك الوقت ظل يشتغل. استمريت 5 شهور، وكانت اقسى 5 شهور علي، ما ارد اشغلكم بالتفاصيل مال المكان، المكان كان قذر حرفيا. المهم بيوم من الايام طلعني من هذا المكان، كنت فرحان جدا انه انا راح اروح بوسط المدن والسيارات، لكن المكان اللي رحت له كان عبارة عن منطقة بعيدة جدا، ومنطقة شبه زراعية، وثار هي هاي الاماكن اللي يريدون نروح بيها، وكان بيها العرب قليلين جدا، يمكن بيها مطعم او مطعمين بالاكثر، ناس يحجون باللهجات يعني العربية.
أما بالنسبة لباقي المكان فكان كله ألمانيين وأغلبهم مسنين، يعني حتى ما بيهم شباب. وبعدها أخذوني المكان، والمكان هذا كان عبارة عن بناية عالية وبيها بنايات على الجانبين. خلوني بشقة، لكن الشقة كانت تحت الأرض، يعني أنزل لها بدرج وأطب، وكانت عفنة جدا لأن هيج أماكن ما تنسكن بألمانيا ومعروفة تقريبا بكل الدول اللي يصير بيها الجو بارد. هاي الأماكن ما تنسكن، تصير بيها رطوبة، لكن بالبداية أني ما كنت أعرف. وفعلا بعد جلوسي بهالمكان تقريبا 5 أيام قمت أعاني، أتمرض، ريحة بالمكان مو طيبة، أفتح الشباك أبرد أسده تبدأ الريحة تصير، وتمرضت ونقلوني وحطوني بالمستشفى. وبعدها ب10 أيام رجعت وبديت أتأقلم شوية شوية. ما كانوا عندي أصدقاء، لكن أحيانا ألقى ناس عرب بالمستشفى بالشارع أتكلم وياهم، يعني مختلف جنسيات، وكنت أسألهم. أكثرهم كانوا عزابين، وإذا لقيت ناس عندهم عائلة وأسألهم يقولوا لي هاي الأماكن أفضل من المدن، على الأقل إحنا محافظين على أطفالنا، هاي دولة أوروبية وبها إشكال. بديت أتعايش لغاية ما قمت أعرف الأماكن المناطق. كان يوم أحد يصير سوق أو بازار، ناس تفتح بالشارع تبيع الأشياء العدة، وأنا كنت من محبين هاي الأشياء. لكن الطريق من يم الشقة مالتي ذاك المكان تقريبا بحدود الـ4 إلى 5 ساعات. صعدت بأحد المواصلات بيوم من الأيام ورحت لهذا السوق، هذا متنفسي الوحيد. دخلت لهذا السوق اللي يبيع بضاعة، اللي يبيع فواكه، اللي يبيع كذا، اكو ناس تطلع اشياء وتبيعها قديمة. المهم بين هاي الاشياء كلها لفت انتباهي كتاب بأحد البسطيات، الرجل الألماني جاي يبيع. الكتاب كان مكتوب باللغة العربية وشلته وظليت أقلب بيه. الكتاب أول ما لزمته لفت انتباهي بالدرجة الأولى لأن هو بالعربي، وبالدرجة الثانية هو الجاب الألماني، وبالدرجة الثالثة الكتاب هذا كان كتاب تحضير جن. الكتاب هذا كان غلافه قوي من الكرتون المقوى، لكن فوقه جلد، وهذا الجلد يعني كله مهتري وما مبين اسمه. لكن بعد ما فتحته وقلبت بصفحاته لقيت انه هذا الكتاب هو كتاب تحضير جن، لان كتاب تحضير، ويعني قرأت بيه عدة اشياء توحي انه هو كتاب جن، ومذكورة بيه اشياء ثانية وكلمات غريبة ورسومات كانت على شكل نجمات خماسية وسداسية ودوائر ومثلثات واشكال والوان. عرفت كتاب التحضير الجن، عجبني هذا الكتاب. وبعد الشخص اللي كان يبيع سألني وقال لي انت من اي جنسية، انت عربي؟ كنت ما اعرف اتكلم، يعني بس انت منين، انت شنو جنسيتك، يعني اشياء بسيطة على قدي. وقلت له اني من العراق. قال لي هذا الكتاب كتاب يعني عربي، وكان يقول لي هذا الكتاب يعني كان يوصلني الفكرة انه هذا الكتاب يعني له شأن. قلت له انت تعرف بيه؟ يقول لي لا انا ما اعرف. المهم بذاك الوقت قلت له اريد اشتريه، طلب مني تقريبا 10 يورو بالكتاب، وقلت له لا ما يسوى، وشمرت الكتاب ومشيت ودفعت له بيه 5. بعد ما مشيت عنه خطوتين قال لي تعال واخذه، رجعت واخذت الكتاب من عنده وحطيته بذاك الوقت بحقيبة كنت ألبسها بظهري، وبديت أمشي وأشتري غراض وأحطه بحقيبتي لغاية ما تعبت من السوق. بعدها رحت للموقف مال السيارات وانتظر السيارة تجي، وبعد ما اجتي صعدت بيها، اكتمل العدد، صارت تقريبا يعني بحدود الساعة 4، لكن الدنيا مغيمة والجو كئيب مثل ما قلت لكم، والطريق طويل. بعد ما وصلت للبيت كانت الدنيا الليل، كنت تعبان، سويت إلي أكل وبديت أسمع أصوات بالبيت، أو بالأحرى أصوات جاية من برا البيت لكن من الداخل على الدرج، كأنه المنظفة اللي كانت تنظف البناية، أكو وحدة كانت تجي تنظف البناية وتظل تسوي أصوات أحيانا، لكن هي بالليل ما تجي، تجي بالأوقات مال الصبح. رحت وفتحت الباب ما لقيت أي أحد، وبعدها أكلت ورجعت مرة ثانية للغرفة وطلعت الأشياء اللي جبتها منها كرزات وأشياء ثانية، وشفت الكتاب.
طلعت الكتاب مالتي، سويت لي قلاص مال شاي كبير وساخن وحطيته، وشغلت إضاءة خافتة، وجلست على الكرسي وبديت أقلب بالكتاب وأقرأ بيه. وأنا جاي أقرأ بالكتاب وبديت شوي شوي أنعس لحد ما غفيت. أنا كنت غثيان، ويمي كانت طاسة أو كاسة من القزاز كان بيها كرزات محطوطة على التخم اللي أنا كنت جالس عليه، أو الكرسي على يده مالته اللي كانت عريضة. يوم اللي غفيت وساقط من الكتاب ما قعدت، لكن بعد ما حركت ايدي ضربت هاي الطاسة اللي كانت من الزجاج أو الكاسة، وبعد ما ضربتها سقطت على الأرض، سوت صوت عالي. جفلت وصحيت، باوعت لقيت الكتاب على الأرض وباقي الأشياء مطشرة. حسيت أكو أحد واقف وراي. أول ما التفتت وناظرت لقيت شخص طويل جدا، كان كتفه عريض ولابس زي أو هدوم غريبة، وكان أسود على لون رصاصي، وعيونه كان باللون الأصفر الفاقع. بعد ما شفته وانتبهت عليه تخيلت نفسي أنا جاي أحلم. قمت من مكاني حتى أركض، كانت قدامي طاولة وعليها الشاي مات اللي سويته. ضربت الطاولة وكان البربيش أو القمشي مال الأرجيلة موجود بحضني. جريت الأرجيلة وياي وتفاجأت أن الفحم مالتها ترس الأرض. وهنا أنا عرفت بنفسي أنا ما جاي أحلم، لأن لو نايم وغاط بنومتي من سابع المستحيلات الفحم يظل على حطه. حرق الأرضية وبديت أتلفت اختفى، وما شفت أي أحد بعد. وبعد ما كبيت الماي شفت الشاي مالتي بعده بيسخوني. والغريب بالأمر بديت أشعر بخوف شديد وما عندي أي أحد. قمت واتصلت بصديق عليه اللي ساعدني ودلاني بالمحامي، ردت بس أتكلم وياه لا أكثر. المهم اتصلت عليه تقريبا بحدود ال5 مرات وما جاوبني. رحت أركض ودخلت للغرفة، سديت الباب عليه، الكتاب موجود على الأرض. بديت أسمع صوت مال خطوات بالبيت، وقمت أسمع صوت مال رجل ينادي بكلام، لكن ما كنت أعرف شنو اللي كان يقصده، لكن كان يردد بجملة والجملة أخاف أرددها، لأن بيني وبين نفسي كنت أردد بيها وأنا أحضر بالقصة وصارت لي الأصوات المزعجة. وحتى لا يصير عندكم فضول زايد، بعد فترة عرفت هذا الكلام اللي كان يردد بيه شنو، وهي تقريبا كلمة واحدة بس شوية طويلة، ويمكن كانت بالسرياني، لأن واحد قال لي هالكلمة هاي اللي كان يردد بيها هي أخضع أخضع، يعني بذاك الوقت كأنه كان يناديني. بالبداية حاولت أكذب أذاني، تخيل، وخليت أصابعي وبديت أرج بأذاني وأوخر أصبعي حتى أتأكد هو أكو أحد جاي يتكلم ولا لا. بعدها ما سمعت صوت، كأنه الصوت قام يروح ويرجع. قمت بخطوات ثقيلة وخايف ومرعوب، وصلت الباب، حطيت إذاني على الباب في سبيل أسمع الصوت، وشون تنضرب الباب ضربة قوية، وبديت أسمع أصوات جاي تتكسر عندي بالمطبخ، يعني الحاجات اللي موجودة. وبديت أسمع صوت غريب، والتلفزيون اشتغل وطفى، وأنا من شدة الخوف والرعب استمرت بمكاني. وفجأة وأسمع صوت الجوال مالتي يرن، تركته برا ودخلت للغرفة. اتندمت ندامة مو طبيعية، خايف أفتح الباب، وبنفس الوقت هذا صاحبي أكيد قعد واستيقظ وشافني متصل علي ورجع اتصل علي. حاولت بذاك الوقت أطلع لكن كنت خايف والخوف امتلكني، والأصوات كانت واضحة بالبيت. ما أعرف شلون، يعني حاولت أهدي نفسي، وبعدها ما أعرف شلون وقفت. صحيت بذاك الوقت على وجه تقريبا مقابل وجهي، وبديت أصرخ وأصرخ لغاية ما قمت أشوف الغرفة طبيعية. فقمت من مكاني ورحت على الجوال، ما لقيت أحد متصل علي. الغراض اللي كان بالمكان اللي أنا كنت جالس ووقعان على حطيتهن. رحت للمطبخ حتى أتأكد، ولقيت الوضعية طبيعية وماكو شي متحرك. معقولة أني مريت بليلة ويا الجن؟ معقولة هاي الكتاب هذا يكون سبب حضور الجن علي؟ وحاب أقول لكم نعم، كتب السحر
أو كتب تحضير الجن، هاي كتب ملعونة بيها أسماء وبيها أوفاق، احتمال أنت تقرأ لك في جملة صغيرة جدا وتشوفها تافهة، أو احتمال ما تقرأها بس تمشي عيونك عليها ومن فضولك تحاول تتهجى الكلام اللي موجود، لكن هذا الكلام احتمال يكون طلسم مختصر، طلسم أكو مطول وأكو مختصر، أكو 3 كلمات يحضرن جن، وأكو 3 صفحات يلا يحضرن جن، وأكو طريقة وأكو بدون طريقة بأشياء صغيرة. فالجن وكتبهم معروفين، هذا عالم يعني مبهم، لكن الناس اللي يحضرون هاي الأشياء واللي يقرون عنها دائما لازم تصير وياهم أشياء ويعرفون أن خطورة الكتب على الإنسان خطورة كبيرة جدا، لأن مو كل جن يحضر راح يعوفك بسهولة، أكو جن يحضر عليك يأذيك. يعني شلون يأذيك؟ مجرد أنه أنت تحضره احتمال تشوفه مرة أو مرتين وبعدها يخليك تغادر المكان، أو احتمال يسوي بيك أمراض أو يصيبك بالجنون. المهم ماني تقريبا بليلة واحدة صار بي هذا الشي، كنت خايف، تواصلت ويا صاحبي، ما كنت نايم عدل أصلا، قلت له الوضعية كذا وكذا عندي وجبت كتاب وكذا وكذا وأريدك تشوفه. قال لي الكتاب شو اسمه؟ قلت له ما أعرف، ما إلى الجلد مالته يعني مهتري. قال لي صور لي منه صفحات، بديت أصور صفحات وأدزله، ما كان عندي أحد يتواصل وياه يعرف بهذا الشي، وقال لي انتظرني أني يعني أدزلك الجواب. المهم مشت الساعات، وتقريبا على الساعة 10 بالليل أني أسير قدام الجوال وكل ساعة راسله وما كان يرد علي لأن هذا كان يشتغل. المهم جاوبني الساعة 10 وداز لي كليشة طويل، وبهالرسالة الطويلة اللي داز لي إياها إنه هذا الكتاب كتاب تحضير الجن وقبائل من الجن، وهاي القبائل معروفة من القبائل اللي تحب الدم ويأكلون النار والجمر، وهاي القبائل من عبدة الشيطان أو عبدة إبليس، والكتاب خطر جدا، حتى السحرة ما يتعاملون به وما يقروا إلا يوصلوا ليفل عالي. وقال لي إنه هذا الكتاب غالي وأكو شخص دفع به سعر، بس شلون راح نقدر نوصله؟ وأنا آسف وأعتذر من عندكم، لكن هالكتاب هذا ما أقدر أذكر اسمه لأن هو ذكر لي الاسم الأخير وأنا أعرف الاسم اللي بالبداية، والاسم مال هذا الكتاب اسم مطول ومو قصير. المهم بذاك الوقت أنا شوية طمعت بهالكتاب هذا، لكن بعدني بيه خوف، فبدأ صاحبي يهون علي ويسألني هو أنت متأكد لو ما متأكد؟ قلت له أنا نمت، سمعت صوت أشياء تكسرت وقعدت ما لقيت حاجة. قال لي خاف التوهسي، خاف حلمان، نجرب هسه الساعة صارت 11 وأنا أتكلم وياك وراسلك وحكيت وياك صوت، حسيت بشي؟ قلت له لا ما حسيت. قامت الساعات تعدي، فقمت غسلت الأرجيلة مالتي، حطيت فحم على النار، ما أعرف شنو، اجيت وجلست، الكتاب تركته قلت ما أقرأ بيه بعد. المهم وأنا جاي أسحب وأسحب وأسحب النرجيلة ما أعرف إيش بيها احترقت. بعدها قمت وغيرت المعسل وصعدت الفحم مرة ثانية، أول نفسين طبيعيات، نزلت الأرجيلة وخليتها على قدمي البربيش مالتها. المهم طلعت الجوال مالتي بديت أقلب بيه وسحبت البربيش مرة ثانية، سحبت ماكو دخان، ويوم اللي طالعت لقيت الفحم خافت جدا، شو بسرعة ما خلص. المهم شلت الفحمات وبديت أنكت بيهن، صعدتهن أحاول أريد ماكو، النفس ما أعرف وين جاي يروح. رحت وشعلت فحم على النار ورجعت، انتظرت تقريبا 10 دقائق، قمت ولقيت النار طافية والفحم ما بيشتعل، شعلت النار وظليت واقف. بعد ما اشتغلنا اخذتهن ومشيت، كان عددهن 3 وانا كنت لازمهن بالماشية 3. المهم انطبقت الماشية وطارن متطشرن بالارض، شلت 2 من عدهن وباقي الكسار كلها لميتها، والحمد لله المطبخ كان عندي ما مفروش بعدني ما طالع منه. وصار هالشي هذا، اخذت الفحم ورحت صعدت على الأرجيلة وبديت أسحب، اشتغلت مرة ثانية، تركت البربيش ثواني وكان أسمع صوت، سامعين الفحم أو النار لما تدبون عليها ماي شو تسوي؟ طلع هالصوت هذا استغربت. المهم شنو اللي صار ما أدري، أطالع قمت وقفت وحسيت بحرارة على ظهري مباشرة، أقشعر بدني، شعري دي وقف
التفتت وراي وما لقيت أي أحد، وكانت وراي أكو بردة، فبدت البردة تتحرك كأنه واحد واقف وراها ويحرك بإيديه. من الخوف والرعب رحت أركض باتجاه الغرفة، الجوال كنت ماسكه بإيدي، لكن واني أركض إيدي كأنه واحد ضربني على العظم، انفتحت إيدي وسقط جوالي. المهم وصلت الباب مال الغرفة سديته. الغلط بيا ما كان عندي قرآن بالمكان، بديت أقرأ بالآيات اللي أنا حافظها، قمت أنسى، يعني أقرأ من عدا شوي وأنسى، أريد أكمل ما أقدر، بالي يشتت. ونفس الشي هم بديت أسمع أصوات، هم صوت مشي وخطوات وتكسر الأشياء. رحت وجلست على السرير وبديت أدعي يا رب يا الله، وجسمي كله يتراجف. تخيلوا أنا وحدي وبعمارة ما كان بيها عرب، وما أقدر أصلا أفتح الباب، وبنفس الوقت كنت خايف ومرعوب، والأشياء اللي جاي تصير وياي واضحة، يعني ما أقدر أقول جاي هلوس أو وهم، لأن كنت أشوف بعيني هاي الأشياء. وأنا جالس على السرير نمت وغفيت. أنا بالعراق كنت أشتغل، وكانت والدتي دائما تقعدني الفجر، كنت أشتغل بالإنشاءات، يعني تقريبا على الساعة 6 تبدي تناديني وأسمع صوت، يعني تقول لي قصي، وأقعد شغل قصي قصي قصي. ونفس الشي صار وياي، سمعت والدتي تناديني وتصحبي وتقول لي قصي وأقعد. ذاك الوقت نسيت إنه أني بألماني، فقعدت وابتسمت بوجه والدتي، لقيتها واقفة، لكن والدتي بيها شي يختلف، عيونها، الباب مال الغرفة أنا سادها بإيدي، الدنيا ظلمة، عندي إضاءة خفيفة. أنا بوقتها يعني يوم اللي نمت كانت الإضاءة بالغرفة كلها مشتعلة، لكن لقيت هاي الإضاءة الخافتة مشتغلة، كانت والدتي واقفة وهذا صوتها، بيها شغلة واحدة تختلف مثل ما قلت لكم، هي عيونها كانت تميل للون الأصفر كأنه أضوية ومشتعلة، وكنت أشوف يعني البؤبؤ الدائري مال عينها، وطبيعي وتناديني وتقول لي قصي قصي. بعد ما تداركت الموقف وأنا بشقة وأنا مهاجر وساعات عديدة بيني وبين زين والدتي جابها، بديت أصرخ صراخ عالي وبديت أضرب بنفسي من شدة الخوف والرعب. وعلى صوتي العالي، الألمان معروفين لما تسوي صوت عالي مباشرة يشتكون عليك بدون ما يجون ويعطوك انذار، خاصة إذا أنت كنت عربي، يعني عندهم نوع من العنصرية. ذاك الوقت ما حسيت غير الباب تندق، لكن أنا مستمر بالعياط وأخاف أفتحها، ما أعرف شلون الشرطة دخلوا علي بعد ما فتحوا الباب أو كسروها. بعد ما دخلوا علي للشقة لقوني بالشقة منهار تماما، أخذوني مباشرة للمستشفى، وما أحكي لكم بالمستشفى اللي صار لي، قاموا يعطوني مهدئات وكأنه جاي يسوون وياي تحقيق، يريدون يتأكدون هو أنا مجنون لو لا، وكل شوية وكل ساعتين تعال سولفنا وأسولف وأقول لهم كتاب. ذاك الوقت قالوا بشقتك ما موجود أي كتاب، يعني الشرطة مدورين، كلامك هذا منين جبته؟ وأنت شنو اللي قرأته؟ بديت أقول لهم أنا قرأت كتاب والكتاب موجود، ظلوا يلحون علي وأنا ألح عليهم، لحد ما ودوني بذاك الوقت للبيت، لقيت الوضعية مال البيت طبيعية وما موجود الكتاب، دورت عليه بكل الأماكن المحتملة وأخذوني ورموني مستشفى للأمراض العقلية، وكانت 3/4 مسنين، وما أحكي لكم تعبت نفسيتي أكثر، وما كانوا يؤمنون بهذا الشيء. والمشكلة وين؟ المشكلة حبسوني، يعني ما أقدر أطلع ولا يخلون أحد يجيني. وما أعرف شلون بذاك الوقت قدرت أتواصل من أحد الدكاترة، طلبت منه وبديت أترجاه وبكيت، قلت له عندي صديق بس أرد أكلمه، وكلمته وقلت له شوف لحل، أنا بالمستشفى الفلانية وتراني أتأذيت وأنا راح أنجن ما بقالي شيء. قال لي شنو اللي صار وياك يا رجل؟ أنا تواصلت وياك وتليفونك كان مغلق وما أعرف شنو. قلت له اللي صار كذا وكذا. ذاك الوقت قلت له الكتاب والصور اللي دزيت لك إياهن عندك؟ قال عندي. قلت له احتفظ بيهن وما أدري شنو. فقلت لهم صديق عندي ويجيني. ذاك الوقت قدرت يعني أدخله. أجل المستشفى والمشكلة الأكبر كان يعتذر مني ويقول لي الصور ما موجودات واختفين من تليفوني. يا بخابر الشخص اللي دزيت له يقول لي ما صحن تليفونك انت وين؟ قلت له ما اعرف سقط بالبيت. ذاك الوقت خلص كأنه حاجة مرتبة علي.
سألني صاحبي وقال لي هو أنت شنو اللي صار وياك؟ سولفت له، قال لي وهسه لحد الآن نشوف. قلت له بشكل يومي أنا بالغرفة تنفتح علي، يدخلون علي لو نسوان لو رجال، كلهم باللون الأسود وعيونهم تختلف. أبدي أصرخ وأصيح، يعطوني مهدئات، أنام أحلم أحلام وكوابيس أقعد ما أتذكرها، وهاي حالتي، شوف لحال وطلعني. المهم عدت علي 6 شهور بهذا المكان اللي هي المستشفى بسبب الجن، وقبل لا أطلع من المستشفى وتصير لي واسطة وناس وتدخلت، يعني المهم طلعوني حتى أتعالج. صارت وياي عدة مواقف، المواقف ناس تفتح الباب وتدخل علي، قلتلكم لو لما ندخل الحمامات أحيانا الباب تقوم ما تنفتح، وأشعر إنه أكو أحد وياي يحتضني وما أعرف إذا مرأة أو رجل، وكان ضخم جدا وإيديه ضخمة بحيث يوم اللي يلزمني ما أعرف شي يصير بيه، بس أقدر أصرخ ويجون ويطلعوني مهدئات. وأقوى موقف صار وياي بيوم من الأيام، نيموني على السرير وانطوني بإيدي علاج، وهالعلاج هذا من المهدئات، يعني بعد ما هدأت عيوني كانت مفتوحة، ويعني هذا الدواء تأقلمت عليه، قمت ما أنام بسرعة أطول، فطلعت الممرضة من يمي وراحت وحتى ابتسمت بوجهي وقالت لي راح تكون بخير. أول ما طلعت دخلت وحدة، يعني وهي طلعتها دخلت وحدة، لكن اللي دخلت ما كانت ممرضة، كانت لابسة أسود بأسود مثل اللي يدخلون عليه، لكن هالمرة وجهها واضح، وبديت أناظر عليها لحد ما وصلت. وصلت كان حريقها كبير وخشم تقريبا يعني صغير، وحتى الفتحات مالته صغار، وجهها غريب جدا وعيونها بارزة لي برا كأنه عيون مال سحلية، وكان باللون الأسود، وكل ما ترمش يعني أو تغمض عينها وتفتح عيونها كأنه بها جدحة مثل النار وترد ترجع للون الأسود. صارت تتكلم وياي كلام غريب، لكن أنا شنجت وقمت ما أقدر أتحرك، أريد أفتح حلقي وما أقدر، وهاي كانت أول مرة ما أقدر أصرخ بيه، لحد ما إجتي ودخلت وياي بالسرير وصارت تسوي إلي أشياء غريبة، وسقطت على الأرض ما أعرف إيش بيه، وصعدت فوق ظهري وبدت تسوي لي أشياء أغرب من الخيال، وبديت أشوف ناس موجودين وياي منتشرين بالمكان، وكنت أتقلب وهي كانت فوقاي، ساعة تصير على ظهري ساعة تصير، لغاية ما حسيت نفسي مثل اللي اتشتفت وهي كانت جالسة فوق بطني تحديدا. تخيل أنت هسه نايم وعندك بطن يعني مسطحة وأنت ضعيف، ويجي شخص إذا فوقك فد يعني 400 إلى 500 كيلو، حسيت إنه العظام مال ظهري أو مال العمود الفقري تريد تتكسر من ثقل جسدها، وما أدري شنو اللي كانت تسويه، بديت أشعر بوجع جدا بصدري، بعدين قدرت أصرخ، ما أعرف إذا كانت الصرخة عالية أو لا، لكن فقدت الوعي، ويوم اللي صحيت عرفت إنه أحد ضاربني بالمنطقة مال رقبتي أو ينهي حياتي. هنا كل اللي موجودين بالمستشفى فتحوا تحقيق بالأمر، المستشفى بالغرف ماكو كاميرات لكن بالممرات أكو، ما حد دخل إلي، طلعت الممرضة وأنا بعدها صار وياي. بعدين سألوني هي سوت لك شغلة؟ قلت لهم لا ما سوت ومستحيل، وطلعت وبديت أحكي لهم. منك قدرت أطلع يعني بعد فترة، بعد ما طلعوني قاموا يودوني شخص يقرأ علي قرآن ويعالجني، وأسبوع يجر أسبوع، يقرأ علي اليوم وراها بيومين أرجع نفس الشي ويقول لي التزم، ما أقدر أقرأ، كان يجيب لي مصحف حرفيا ما أقدر أقرأ. هسه أنتوا تتصورون الموضوع سهل، لكن ممسوس بمس من جن يتخبل من شيء اسمه قرآن، وحتى إذا لزم وراد يقرأ قال مثلا بسم الله، نسي، جت فكرة بباله، طبقه، فتحه، سوى نفس الشيء، وأنا ما كان عندي أحد يعني يجي يمي ويعتني بي. وبالنسبة لهذا صاحبي ترى بعيد علي يعني مو قريب، وأنا فقدلت عليه هواي، المهم يعني شوية شوية بدأوا يعالجون بي، وبديت أنا آخذ علاج شوية شوية وصرت أفضل، قمت أقدر أقرأ قرآن، قمت أصلي، حاولت يعني أبتعد عن هواي أمور كنت أسويها بالحياة، لحد ما عدت علي أيام والحمد لله والشكر.
اختفى من حياتي، لكن المكان اللي أنا قاعد بيه نفسه، والأشياء اللي كانت تصير موجودة لكن خفت لحد ما انتهت تماما، وحياتي صارت أفضل مما يكون. بيوم من الأيام جاي أصلي تقريبا على الساعة 12، وكانت الصلاة شكر رب العالمين ركعتين. أنا بالركعة الأولى، بالركعة الثانية سمعت حاجة سقطت على الأرض. بعد ما كمل الصلاة وسلمت طلعت حتى أشوف، وكان ألقى الكتاب موجود بالممر قريب جدا على دورة المياه، وصاير يعني بين دورة المياه وبين المطبخ بالأرض. ظليت أطالع بيه ومستغرب، أرفع الكتاب ولا ما أرفعه؟ المهم طلعت برا وسديت الباب بالبرد بالليل، وظليت لحد الصبح. طلعت ولقيت الكتاب ما موجود، وبديت أحاول أطلع من هذا البيت أو الشقة. وبعد ما طلعت من هاي الشقة والمكان الملعون هذا، صارت حياتي أفضل وتيسرت. وبعدها تقريبا بسنتين انتقلت للمدينة، والحمد لله والشكر أنا هسه بأفضل حال. لكن هاي القصة اللي صارت وياي تركت آثار سلبية علي. قمت أحيانا أشوف ناس بأشكال غريبة وأخاف وأرتعب لحد هاي اللحظة، وأخاف من شيء اسمه ظلام. الحمد لله والشكر ملتزم، لكن تصير عندي بعض الهفوات. ولهنا وتنتهي قصتنا لليوم، القصة كانت حقيقية. إذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.